اضطر راوي القصص في قطاع غزة فداء اللالداوي إلى سرد قصصه عن طريق الإنترنت نتيجة إجراءات العزل التي اتخذت لمواجهة فيروس كورونا في البلاد، وذلك للاستمرار بالتقليد السنوي الذي يفعله في شهر رمضان من كل عام. لنتابع. على مدى 18 عاما اعتاد راوي القصص فداء اللالداوي في شهر رمضان أن يجمع الأطفال في أزقة مخيم النصيرات لتسليتهم بالقصص والأغاني، إلا أن عام 2020 منع اللالداوي من جلسات الحكي الممتعة في الهواء الطلق جراء إجراءات العزل الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد، وبدافع من شعوره بالرفض لقطع هذا التقليد السنوي وحرمان الأطفال منه قرر سرد قصصه عبر الإنترنت. كنا في السابق نعمل أجواء حلوة في رمضان، وكنا نعمل جو قبل رمضان بيوم، فوانيس وطبل ومديح وأنا كنت ألبس شخصية الحكوات، وكنا نجيب مهرجين ونعمل حفل لاستقبال شهر رمضان المبارك. لكن السنة اختلفت تماما، الكل موجود بالحجر المنزلي، ما حدا بيطلع، فحبيت أن أنا أتواصل مع الأطفال عن طريق الإنترنت، أعمل فيديوهات لقصص أنا بسردها، وكانوا الأطفال كتير مبسوطين فيها. كانوا مثلاً وبعد تزيين الرجل غرفة معيشته بالفوانيس والأضواء لخلق الأجواء الرمضانية التقليدية، يجلس اللالداوي على أريكة بزيه المميز وطربوشه الأحمر ويسجل لقطات لنفسه وهو يحكي القصص لابنته الصغيرة ليان. الحين أنا كنت أطلع مع بابا في العروض، وكان دايما بابا كان يحكي لي قصص كتير حلوة. أنا مبسوطة كتير عشان بابا ضل قاعد معنا في البيت، وإن شاء الله يبعد عنها كورونا. وتشتمل كثير من قصص اللالداوي الجديدة على مواضيع تعليمية ونصائح حول سبل منع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أصاب 20 شخصا في قطاع غزة دون حدوث وفيات. كانت تتحدى ماما بألعاب كتير حلوة، كانوا مثلا يعملوا تحدي إيش؟